انطلاقة سليمة لشوطنا الحادي عشر في تعداد أشواطي مسائي هذا اليوم، وهو شوط خاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل، شعارات أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة بكل قوة في هذه الأمسية الجميلة والرائعة. نتابع البداية، والسلهود اللي قاد المجموعة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راجد المكتوم يضم طارش بن مبارك بالقوبع. نتابع المركز الثاني، نتابع مكلم مع المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راجد المكتوم علي بن يمعة بن خميس الغويص في عملية التضمير والتدريب، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات. نتابع مكلف مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية التضمير والمتابعة، ومع المركز الرابع، رابع الانطلاقات، رابع التحديات الطليلي لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود راشد بن حمد بن حلفان، من يقدم الطليلي بهذا التقدم الباين على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، وصل شاهين التابع لهجن العاصفة مع المركز الخامس والسادس والسابع كذلك أيضا بشعار هجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي، من يقدم هذه الأسامي المتميزة مع المركز الثامن. وصل الشهم مع المركز الثامن لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آن نهيان، وبركي بن مبروك الرشيدي يقدم الشهم مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات، نتابع المحيط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم راشد بن خميس الغويص في عملية تضميره وتدريبه، ومع المركز العاشر. عاشر الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي وصل في هذه اللحظات شاهين التابع لهجن العاصفة وغياث الهلالي مقدما لهذا الاسم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة بهذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والرائع. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، مع التحديات الجميلة، مع الانطلاقات الرائعة في هذا المسار المتميز. صدارة هذا الشوط والمقدمة واللي قاد المجموعة، نتابع تحديات انطلاقة مكلف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري في عملية التضمير والتدريب. سلهود مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية تضميره وتدريبه، بينما انطلقنا مع المركز الثالث، أرى التقدم في هذه اللحظات مع مكلف مع ثالث المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن رايد المكتوم علي بن يمعة بن خميس الغويص في عملية التضمير والتدريب، ومع المركز الرابع يتقدم شاهين بشعار هجن العاصفة يقود غياث الهلالي. خامس الانطلاقات، خامس التحديات الطليلي لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وانطلاقته راشد بن حمد بن حلفان المري. هذه النتيجة للأسامي المتقدمة في هذا المسار المتميز بهذه العروض الجميلة والرائعة، ومع سن الإذاعة، سن الإمتاع، مع تحديات أيضا هجن أصحاب السمو الشيوخ. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية والمقدمة والكوكبة ثنائية، الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط، والحوار ما بين مكلف وما بين سلهود ومكلف على الصدارة منذ البداية. التحديات رائعة والانطلاقات المتميزة، مكلف بشعاره سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، وانطلاقة مسري بن سالم بالعرض الحميري. سلهود مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة طارش
الدش من مبارك بالقوبع، الخبراء ينطلقون بتحديات هذا الشوط العمالقة في عالم التضمير، والسنين الحاضرة أيضا بتحديات المضمرين أيضا الفطاحلة في هذا العالم. الساحر مسري بن سالم بالعرطي الحميري وطارش بن مبارك بالقوبع أيضا سجلات حافلة بالإنجازات والتحديات، ما شاء الله طارش وبن عمه بالفعل الصدارة والمقدمة، ولكن أرهني مكلف، أرى مكلف من يقود المجموعة، مكلف وشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يقدمه مسري بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن التحديات مع سلهود مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، ومتابعة طارش بن مبارك بالقوبع وصل مع المركز الثالث، ياتي أيضا مكلف لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن رايد المكتوم علي بن يمعه الغويص في المتابعة والتضمير، ومع المركز الثالث أرى التسلل القدوم من المحيط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم راشد بن خميس الغويس، ولكن مكلف على الصدارة، مكلف على المقدمة، بدأ يباعد المسافة من حسب الخطورة، انطلق من جديد، باعد المسافة مكلف وشعر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا من هذه اللحظات مع هذه العروض المتميزة والانفراد الواضح على مقدمة هذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، تهانينا المسري بن سالم بالعرض الحميري، قام راس وانهى الشوط راس لحظات وصوله الى خط النهاية، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي ايضا مكلف لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الثالث المحيط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع شاهين لهجن العاصفة، المركز الخامس ياتي أيضا سلهود مع المركز الخامس سلهود بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم. هذه نتيجة للمراكز المتقدمة. التوقيت الزمني 7:38 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، تهانينا لمسري بن سالم بالعرض الحميري، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي مكلف 7:42 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا لعلي بن يمع الغويس، واللي وصل مع المركز الثالث المحيط 7:42 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا لراشد بن خميس الغويس.